رژیم خبیز اشتباه کرد. וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. المنطقة تطفو على صفيح ساخن. نعم، المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران والكيان العبري أصبحت أقرب من أي وقت مضى. كنا بالأمس ننتظر الرد الإيراني، واليومها نحن ذا ننتظر ردة الأبيب. الجيش العبري يستعد للرد بهجوم قوي ضد طهران برعاية أمريكية وبمساعدة بعض الدول العربية المطبعة مثل الأردن والإمارات والبحرين والمغرب وربما السعودية أيضا من خلف الستار. طهران تلغي جميع رحلاتها الجوية لتستأنفها بعد أن أمنت قواعدها العسكرية ومنشآتها النووية، ولكن طائرات الاف 14 الإيرانية لا تترك سماء البلاد بين دورية وأخرى. تل أبيب تحشد الحشود لعملياتها الكبرى في انتظار الضوء الأخضر الذي سيأتي من أمريكا. وهنا تأتي الأسئلة الأهم، هل إيران جاهزة لمواجهة عسكرية مباشرة ضد تل أبيب وأمريكا ومن خلفها بريطانيا؟ وما هي الأسلحة التي تمتلكها طهران ولا تريد تل أبيب أن تستخدمها؟ ما هي الأسلحة التي أرسلها بوتين لإيران لتحمي نفسها؟ وما هي الدول العربية التي ستفتح أجواءها أمام المقاتلات العبرية لضرب إيران؟ وبماذا توعدتهم طهران؟ ما هي القدرات العسكرية التي تمتلكها طهران وتل أبيب؟ إجابة كل تلك الأسئلة وأكثر ستجدونها في دقائق هذا الفيديو، فكونوا معنا. سيناريو الحرب. في الوقت الذي تزداد فيه حدة التوتر بين تل أبيب وطهران، أصبحت المواجهة العسكرية المباشرة بين الجانبين قريبة أكثر من أي وقت مضى. هنا دعونا نتكلم عن سيناريو تخيلي إذا قامت الحرب بين الطرفين. نعم، تل أبيب تمتلك الأف 35 الأمريكية وطهران توازن الكفة بصواريخها الفرط الصوتية، وهناك تسريبات تشير إلى أن روسيا أرسلت مقاتلات من طراز سو 57 وسو 35 إلى إيران لتكون على استعداد لأي اشتباك جوي ضد مقاتلات الأف 35. وبرغم تحذيرات إيران تجاه الدول التي ستفتح أجواءها لتل أبيب، فإن من المتوقع أن تفتح دول عربية أجواءها لمرور المقاتلات العبرية مثل الأردن، والتي سمحت للمقاتلات العبرية والأمريكية من استخدام أجواءها لتسقط الصواريخ الإيرانية. والإمارات التي تربطها بتل أبيب علاقة وثيقة ومشاريع استثمارية عملاقة وكذلك عسكرية. أما السعودية قد تفتح مجالها الجوي أمام المقاتلات العبرية بدون الإعلان عن ذلك. ولا ننسى ذلك الفيديو الذي نشرته إذاعة الجيش العبري يظهر فيه طائرته تحلق فوق منطقة الحبيضة السعودية والتي كانت في طريقها لقصف الموانئ اليمنية في الحديدة. نحن لا نتحدث دون دليل أو مصدر موثوق، فدعونا نشاهد الفيديو. كما أن تل أبيب ستستفيد من البارجات وحاملات الطائرات والأقمار الصناعية الأمريكية والتي تملأ منطقة المتوسط، وذلك في استخدامها لتوجيه الضربات الجوية لإيران. بل وأيضا من المتوقع أن يكون سلاح الجو البريطاني تحت إمرة نتنياهو إذا توسع نطاق الحرب. أما إيران حينها ستستعين هي كذلك بالأقمار الصناعية الروسية، ولا نستبعد الصينية أيضا، ولكن من خلف الستار لتوجيه الضربات صوب القواعد العبرية ومنصات إطلاق الطائرات والبوارج الأمريكية التي في البحر، وهي نفسها البوارج التي ستستخدمها أمريكا لتوجيه الضربات صوب القواعد الإيرانية ومخازن الأسلحة. ولا ننسى القنابل الزلزالية والتي ستمد بها واشنطن تل أبيب من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية. ولا ننسى أيضا أن تل أبيب كذلك تمتلك محطات كهربائية نووية ومنشآت نووية لا نستبعد أن إيران ستستهدفها. ولا نستبعد أيضا أن خامنئي ومقر إقامته سيكونان تحت الاستهداف العبري كما استهدفت إيران مقر نتنياهو سابقا. إذن ما هي الأسلحة التي ستستخدم في هذا السيناريو التخيلي للمواجهة بين تل أبيب وطهران؟ ترسانة إيران المسلحة. بعد كل هذه السيناريو التخيلي لواقع الرد العبري على طهران، يبرز السؤال الأهم، ما هي الأسلحة التي تمتلكها إيران ولا تريدها تل أبيب أن تستخدمها؟ وهنا تأتي الإجابة، حيث تمتلك إيران العديد من الأسلحة الخطيرة ومنظومات الدفاع المتقدمة والتي قد تقلب موازين الحرب
الحرب رأسا على عقب، ويمكن ذكر بعض منها كالتالي: صاروخ خيبر، والذي يعد من الجيل الرابع للصواريخ البالستية ويعمل بالوقود السائل، تم تطويره بواسطة منظومة الجو فضائية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، يبلغ مداه الفعلي 2000 كيلومتر وتصل سرعته إلى 16 ماخ، ما يعني أنه أسرع من الصوت بست مرات خارج الغلاف الجوي. ويتميز الصاروخ بقدرته على إصابة الأهداف بدقة، ورأسه الحربي ذو القدرة التدميرية الهائلة يجعله صعب الاعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي. أما المسيرة شاهد 136، فهي مسيرة انتحارية تحمل ذخيرة وتستخدم لمرة واحدة، تم تطويرها في إيران عام 2020، استخدمت في النزاع في أوكرانيا، ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، ما يجعل من الصعب التصدي لها عند إصابتها لأهدافها. أما مقاتلة كوثر، فهي تعد أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع، تم الإعلان عنها عام 2018، وهي من الجيل الرابع، تتمتع بقدرات هجومية ودفاعية متقدمة، تحتوي على رادار متعدد المهام لرفع مستوى دقة الهجمات الجوية. أما المسيرة شاهد 171، فهي طائرة مسيرة متطورة تستخدم لأغراض الاستطلاع وتنفيذ الهجمات، وتتميز بتقنية التخفي ومحرك النفاث، وهي نسخة محسنة للطائرة الأمريكية RQ-170 والتي استولت عليها إيران في العام 2011. أما صاروخ فتاح الفرط الصوتي، فيعد أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت ب 15 مرة، ويعتقد أنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو كيميائية، حيث يتميز بمدى يصل إلى 1400 كيلومتر، وله قدرة عالية على المناورة والتخفي، ما يجعله صعب الاعتراض من أنظمة الدفاع الصاروخي. هنا يأتي دور الدفاعات الجوية، حيث تمتلك إيران العديد من منظومات الدفاع الجوي، معظمها روسي الصنع، ويمكن سردهم كالتالي: منظومة الدفاع تور M1 هي منظومة دفاعية روسية الصنع تستخدم للاعتراض وتدمير الأهداف الجوية المنخفضة والمتوسطة. اعتمدت إيران على هذه المنظومة ضمن نظامها الدفاعي الجوي، وتم تعديلها لتلبية احتياجات الجيش الإيراني. منظومة الدفاع S-300 الروسية التي تعتبر من الأنظمة الدفاعية السوفيتية الصنع، وهي مزودة برادارات متطورة قادرة على رصد الأهداف حتى مدى 350 كيلومترا. هذه المنظومة قادرة على اعتراض الصواريخ بمدى يصل إلى 200 كيلومتر، مما يجعلها فعالة في مواجهة التهديدات الجوية. وليس هذا فحسب، بل إنه من المتوقع أن تتسلم إيران خلال هذه الأيام، إن لم تكن تسلمت بالفعل، منظومة الدفاع الروسية الأحدث، نقصد S-400، والتي تسبقها سمعتها دائما كما يقول المثل، حيث افترست S-400 صواريخ منظومة الدفاع الأمريكية الأشهر، ونقصد منظومة باتريوت، وذلك خلال الحرب الأوكرانية الدائرة حاليا. أما منظومة أرمان، وهي تعد من الأنظمة الدفاعية الإيرانية، وتستطيع اعتراض الصواريخ بمدى تقديري يتراوح بين 120 و180 كيلومترا، مما يضيف إلى قدرات الدفاع الجوي الإيراني في حماية الأجواء. وكذلك منظومة صواريخ باور، وهي تعد من الأنظمة الدفاعية الإيرانية محلية الصنع، حيث تتميز بقدرتها على رصد الأهداف على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، كما أن صواريخ هذه المنظومة تمتلك القدرة على صد الأهداف على بعد يصل إلى 250 كيلومترا، مما يعزز من فعالية الدفاع الجوي الإيراني وقدرته على مواجهة التهديدات المتنوعة في الأجواء. هذا ليس كل ما تمتلكه إيران في جعبتها، فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قام بتجهيز نحو 10,000 صاروخ بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قواعدها العسكرية المخفية، حيث عملت إيران في السنوات الأخيرة على جعل قواعدها العسكرية مخفية عن الأعين، مما جعلها تمتلك العديد من القواعد تحت الأرض، أبرزها قاعدة عقاب 44 التي تم تجهيزها لاستقبال المقاتلات الجديدة خصوصا الروسية، والتي تدعم بها موسكو طهران في الظاهر ومن خلف الستار أيضا. فيما يخص القواعد الصاروخية تحت الأرض، والتي تعرف باسم المدن الصاروخية، فقد أعلنت عنها طهران عام 2015، فيما يعتقد أن كل محافظة إيرانية تضم قاعدة صاروخية واحدة تحت الأرض على أقل تقدير، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية العديد من مشاريع البناء والتوسع في جميع أنحاء إيران، خصوصا تلك الواقعة في الجنوب والجنوب الغربي، وذلك حسب تقديرات معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط. والسؤال الآن لكم مشاهدينا: هل تعتبر إيران جاهزة للدخول في حرب ضد الكيان وأمريكا؟ أخبرونا في صندوق التعليقات.